مصطفى، نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل الشحن على هاتفكم سامسونج. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإدارات العامة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على شريط التنقل، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحكم بالاهتزاز وصوت النظام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الشحن. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل الشحن على هاتفكم سامسونج. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.